الفينيجريت بالعسل. هعمل الاول ايه شويه فينيجريت بزيت زيتون. اوكي هنعمل كده. هنا مثلا ناخد 3 معالق زيت زيتون، 3 معالق كبار. اوكي وناخد ملعقة شوية ملح، اوكي و اوكي والخل. ملعقتان، نحط ملعقتان من الخل الابيض العادي بتاعنا، وبعدين نضرب كده مع بعضه اولا، وبعدين نشوف حكايه ايه ال شو اسمه العسل. يبقى انا بعمل الماده السائله الاول، وبعدين احط العسل. ونصيحه، لما بتغرفوا العسل من البرطمان ولا وتبه، معلقه خشب ما تحطوش فيه معدن، وكل ما كان العسل مش كل ما يعني لو كان في شوائب على وش العسل ده معناه ان العسل مش متسخن، لانه عشان يصفوا العسل برودكشن كبير بيضطروا يسخنوه عشان ينزل من المصافي. اوكي العسل لما بيسخن بتضيع كثير من فوائده، فاحنا مش عايزين العسل يتسخن. فلو لقينا على وشه شويه شوائب ده معناه ان العسل بكر وحلو وجميل وزي الفل و10 10. اذا عمل العسل في كتير ناس بتلاقي العسل سكر فبترميه تقول ده بايظ، لا ده مش بايظ خالص، بالعكس لا خالص، لانه الشغالات في النحل بترطب في الحر على الملكه، بترطب على الخليه اللي عايش فيها الملكه، في شغلتهم كده، في عاملات شغلتهم كده، فبيقعدوا يرفرفوا بجناحتهم عشان يرطبوا. اللي بيحصل ان الرطوبه دي اللي هم بيحاولوا بيطلعوها بالله بتنزل العسل، وهي عباره عن ايه؟ عباره عن بخار ميه في الهواء. اوكي فالعسل لما بالشتاء بيجي بخار الميه ده لما اوريدي هو مختلط بالعسل فيبتدي يجمد، فيقول لك العسل سكر عسل وحش. لا العسل مش وحش ومش مفيهوش اي مشاكل خالص. ممكن تحطوه في بان ماري على درجه حراره لا تتعدى ال 40 37 كويس قوي. اوكي في حاجه ازاز جوه بان ماري 37 حراره ما تزيدش لغايه ما يسيح خالص، وبعدين تقفلوه قلبوه كويس معلقه خشب. اوكي تقليبه 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 كده. اوكي وبعدين تحطوه برطمان معقم جميل لطيف ازاز، غطوه حطوه في الثلاجه عايش زي الفل مفيش مشاكل خالص. اوكي جميل جدا. هديله سنة ليمون، نونة مش كتير يعني معلقة كبيرة كده مثلا، وابتدي احط البصل الاول. وبعدين هنحط الفاصوليا البيضة برضو، احنا بنعمل ايه something like portion. ده مع الشوربه يعني شبعنا وكفينا وكل حاجه جميله، خدنا كل اللي احنا عايزينه، خدنا بروتين وخدنا املاح وخدنا فيتامينات وخدنا ستارتش ها وخدنا خضروات